میں فخر القرہ، زینت القرہ۔ حضرت آج کے جو ہمارے چیف جج تھے حضرت قاری محمد احسان اللہ فاروقی نقشبندی صاحب سے میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أصحاب النار
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
أسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
كلا إن الإنسان ليطغي كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني إن إلى ربك صدق الله العظيم.